جدا في مباراة بكرة بإذن الله. اتفضل يا كريم. بالتاكيد يا كابتن اسامه، دور الجمهور يعني كلنا منتظرينه، ولاعيبه النادي الاهلي منتظره جمهور النادي الاهلي، ويمكن شفنا الرسائل من مجرد وصولنا هنا في المملكه العربيه السعوديه، يعني وانت بتتمشى في الشارع وانت قدام فندق الاقامه الكل بيهتف لعيبه النادي الاهلي، اللي بتلاقيه بينادي على قفشه، بينادي على مصطفى شوبير، بينادي على كهربا، على امام عاشور، الكل بيطالبهم بالروح الكبيره والاصرار والتوفيق، ربنا يكون معاكم ان شاء الله. كلمات معتاده الحقيقه من جمهور النادي الاهلي، والحقيقه يعني جمهور النادي الاهلي هنا شيء عظيم. زي ما بقول لك كابتن اسامه، لو الاستاد اتسع اكتر من كده كنت هتشوف منظر عظيم عظيم جدا، وهي دي قوه جمهور النادي الاهلي اللي لعيبه النادي الاهلي عارفاها وبتستمدها منه. عشان كده بنقول الرهان كبير جدا على الجمهور، عايزين الحماس متواجد في المدرجات، لان لعيبه النادي الاهلي عارفه اهميه المباراه ومحتاج جمهورها بشكل كبير جدا يكون مساعد ومساند وداعم وحافز بشكل كبير، لان على الجانب الاخر ايضا كمان في جمهور نادي الزمالك هيكون متواجد. عشان كده احنا رهاننا كبير جدا على الجمهور، رهاننا ايضا كمان على لعيبه النادي الاهلي. المباراه مهمه وكل شيء، لكن هي الروح الرياضيه زي ما انت اتكلمت كابتن اسامه، واتكلمت على مجلس اداره النادي الاهلي ومجلس اداره نادي الزمالك، داخل المستطيل الاخضر كل شيء متاح بالنسبه لكره القدم، لكن مجرد المباراه بتنتهي الامور كلها بتعود لنصابها العادي. طبعا لعيبه النادي الاهلي اصحاب لعيبه نادي الزمالك، لكن المنافسه الشريفه امر مهم جدا، واحنا اللي بيهمنا لعيبه النادي الاهلي عشان كده، وجمهور النادي الاهلي عشان كده بنقول يا رب ان شاء الله باذن الله كل التحضيرات دي تكلل بالنجاح، لعيبتنا ان شاء الله باذن الله رتم سريع يا كابتن اسامه يكون في المباراه. عشان كده من اول ثانيه لابد ان انت تدي الرساله وتدي افضليه وتكون راكب الجيم زي ما احنا بنقول، لابد ان انت تكون ليد في هذه المباراه من البدايه ان شاء الله باذن الله. الثقه الكبيره اللي احنا شايفينها والاصرار الكبير والعزيمه الكبيره جدا في التدريبات والهدوء اللي فيه لعيبه النادي الاهلي من المطعم الى الغرف الى التدريب الى العوده الى المطعم تاني، كلها امور اعتياديه. عشان كده هو ده اللي بينجح للنادي الاهلي، الكل مركز في دوره زي ما اكدنا على الجانب الاداري كان مهم جدا، الجانب الفني الحقيقه قام بدور عظيم جدا من تحضيرات ياسين المكاري، كل الحقيقه الطاقم الفني مع مستر كولر بيأدي دور عظيم جدا. ينقصنا التوفيق ان شاء الله، ينقصنا دعوات جمهور النادي الاهلي، وبمشيئه الله ان شاء الله كابتن اسامه غدا الجمعه هنا في المملكه العربيه السعوديه يكون النادي الاهلي بطل كاس مصر بإذن الله. شكرا جزيلا زميلنا كريم أحمد، ويا رب إن شاء الله بكرة ترجعوا لنا وتفرحوا.